بسم الله الرحمن الرحيم، طلابي الأعزاء أهلا وسهلا بيكم مع شرح مادة علم النفس والاجتماع. النهارده هنبدأ الوحدة الثانية، علم نفس النمو والارتقاء الإنساني. الفصل الأول معانا إن شاء الله اللي هو تعريف النمو مع مبادئ النمو وقوانينه ثم العوامل المؤثرة في النمو. دول هناخدهم إن شاء الله على حلقتين. النهارده هنبدأ مع تعريف النمو وأهم قوانينه أو مبادئه. أكيد كلنا بنمر بمراحل من التغير، ويمكن لما بنبص في صورنا بنلاقي سنة بعد سنة في إيه؟ في تغيرات. فيعني إيه نمو؟ النمو هو سلسلة متتابعة من التغيرات، سواء كانت هذه التغيرات جسمية أو عقلية أو اجتماعية أو انفعالية أو لغوية أو حركية أو خلقية، ودي بتبدأ مع الإنسان منذ لحظة تكوينه أو منذ لحظة الحمل وحتى الوفاة. طيب، أما باجي أستخلص من التعريف ده، هستخلص منه إيه؟ إن النمو سلسلة متصلة، هتبدأ من إمتى؟ من لحظة الحمل، ثم مراحل الطفولة، فالمراهقة، فالشباب، فالرشد، فالشيخوخة، وحتى الوفاة. طيب، هذه المراحل بتشمل تغيرات جسمية، عقلية، اجتماعية، انفعالية، لغوية، والتغيرات دي بتبقى نتيجة تفاعل هذه الجوانب بعضها مع الإيه؟ مع البعض. طيب، نبدأ مع أهم اهتمامات علم النفس النمو. عندي ثلاث اهتمامات لهذا الفرع. أول حاجة دراسة المبادئ والقوانين والنظريات المتصلة أو المتعلقة بالنمو الإنساني. تاني حاجة إن أنا بدرس مظاهر النمو المختلفة، سواء كانت هذه المظاهر جسمية، عقلية، اجتماعية، انفعالية، في كل مرحلة من مراحل النمو. ثالث حاجة أنا بدرس المطالب والمشكلات المتعلقة بكل مرحلة من هذه المراحل. على سبيل المثال، مشكلة الفطام كمشكلة نفسية في مرحلة الرضاعة، أو ضغط الطفل لعملية الإخراج، أو في مشكلة كبيرة أوي بيعاني منها الفرد في سن 60 لما بيجي يخرج من العمل. يبقى هنا أنا بدرس كل مرحلة بمشكلتها. يبقى أول حاجة مبادئ وقوانين، تاني حاجة مظاهر، تالت حاجة مشكلات. طيب، الهدف النهائي من دراسة علم النفس النمو والارتقاء هو إيه؟ طبعاً أنا لما هستخدم العلم في التربية يبقى أنا بهدف إلى تكوين شخصية نامية متطورة تقدر تأدي دورها المطلوب منها في المجتمع. هل تكوين شخصية نامية ده هيبقى دور قاصر على الأسرة بس؟ أكيد لأ، الأسرة هتحط الأساس، لكن باقي مؤسسات المجتمع هتكمل دور الأسرة، زي المدرسة، زي وسائل الإعلام، زي دور العبادة إلى آخره. ده بالنسبة للهدف النهائي من دراسة علم النفس النمو. نيجي بعد كده نتكلم على أهم المبادئ العامة للنمو أو أهم قوانين النمو الإنساني. أول قانون معانا النمو يسير من العام إلى الخاص. تاني قانون معانا أن النمو تغير مستمر. تالت قانون أن توجد فروق فردية بين الأفراد في معدلات النمو. رابع حاجة معانا أو القانون الرابع تميل جوانب النمو إلى الارتباط بعضها بالبعض. خامس قانون معانا تختلف سرعة النمو من مرحلة لأخرى. سادس قانون معانا إن النمو يسير في اتجاهات طولية واتجاهات عرضية. نبدأ مع بعض قانون قانون ونتناولهم بالشرح والإيه والتفسير. أول قانون معانا بنقول إيه؟ النمو يسير من العام إلى الخاص. إيه معنى كلمة عام ومعنى كلمة خاص؟ دايماً زي ما قالت مدرسة الجشتالت كده، فكرة العمومية قبل الخصوصية. عضلات إيديك قبل عضلات صوابعك، عضلات رجليك من الفخذين قبل التحكم في كل العضلات الصغيرة. فأنا بقول إن الوليد بيستجيب للمواقف الكلية العامة، ثم تصبح هذه الاستجابات بعد ذلك أكثر تنوعاً. أمثلة يا مستر. أول مثال معايا إن الطفل لما بيجي يلتقط حاجة أو يشيل حاجة هنلاقيه بيتحرك بجسمه كله، يعني كده. لكن بعد كده بيتعلم إزاي يحرك إيديه ويشيل الحاجة، يبقى اتحرك حركة كلية، وبعد كده بدأت الحركة تبقى أكثر إيه؟ تفصيلاً. تاني حاجة معانا، الطفل لما بيلتفت لمصدر الصوت، بيلتفت كده. طب بعد كده بيلتفت كده. يبقى معنى كده إنه بيلتفت في البداية بكل جسمه، بعد كده حركته بتتعدل ويتعلم إزاي يلتفت من خلال إدارة راسه ورقبته بس. أمثلة تانية كتير معانا، الطفل في البداية في المشي يا ولاد حركته بتبقى غير منتظمة، لأنه بيتحرك من عضلات الفخذ، بعد كده بيتعلم إزاي يتحكم في عضلات إيديه ورجليه وبيمشي بصورة منتظمة. ده بالنسبة للقانون الأول معانا، النمو يسير من العام إلى الخاص. تاني قانون معايا اسمه النمو تغير مستمر.
النمو ده حدث نتيجة تفاعل بين كائن بيولوجي أو كائن حي ورث استعدادات بيولوجية وبين مجموعة من المثيرات أو المؤثرات البيئية، سواء كانت هذه المؤثرات مادية أو نفسية أو اجتماعية. يبقى تفاعل بين الوراثة وبين إيه؟ وبين البيئة. هل النمو بيتوقف عند مرحلة الطفولة؟ أكيد لأ، النمو مستمر مع الإنسان مع امتداد الزمن، وينتقل الفرد من مرحلة لأخرى من خلال اكتساب ما يؤهله للنضج في هذه المرحلة، أو يقدر يؤدي الوظائف اللي مطلوبة منه في هذه المرحلة. ثالث قانون معانا اللي هو توجد فروق فردية بين الأفراد في معدلات النمو. الفروق الفردية دي بتبقى يا إما بين الأفراد يا إما بتبقى داخل الفرد الواحد. تشمل تلك الفروق في معدلات النمو جميع الجوانب. الفروق الفردية في الجانب الجسمي، ده طويل ده قصير، ده تخين ده رفيع. الفروق الفردية في الجانب العقلي، ده أذكى من ده، ده أقل ذكاء من ده. الفروق الفردية في المجال الانفعالي، ده عنده قدرة على التحكم في انفعالاته، ده إنسان سهل الاستثارة. الفروق الفردية في المجال الاجتماعي، ده أكثر قدرة على التعامل مع المثيرات الاجتماعية، أو زي ما قلنا قبل كده عنده ذكاء اجتماعي أكتر من إيه؟ من غيره. طيب، بتوجد فروق فردية بين الأفراد، وبتوجد أيضا فروق فردية داخل الفرد الواحد. طب الفروق الفردية داخل الفرد الواحد، أحيانا سرعة النمو الجسمي لا تساوي سرعة النمو العقلي أو الاجتماعي أو الانفعالي. يبقى ممكن يكون من الناحية الجسمية واضح إن هو كبر، ولكن لسه لم يكتمل نموه من الناحية العقلية أو الاجتماعية أو الانفعالية. عملية المسايرة بين الأقران في عملية النمو بتبقى نسبية، يعني بتختلف برضه حسب عوامل الوراثة والبيئة. رابع قانون معانا إن جوانب النمو بتميل إلى الارتباط بعضها بالبعض، يعني في إحنا اتفقنا إن النمو سلسلة متتابعة من الحلقات المتصلة. جوانب النمو سواء كانت جسمية أو عقلية أو اجتماعية أو انفعالية بيحصل بينها تفاعل وتؤثر بعضها على البعض. أمثلة: من ينخفض ذكائه بيتأخر في المشي والكلام. ليه؟ لأن المشي والكلام دول الإنسان بيتعلمهم عن طريق ملاحظة، فالإنسان الذكي بلاحظ إنه بيلاحظ أسرع من الإنسان الأقل ذكاءً. الطفل الذكي غالباً ما يتقدم على أقرانه سواء في النمو الاجتماعي أو النمو الإيه؟ الإنفعالي. خامس قانون معانا: تختلف سرعة النمو من مرحلة لأخرى، أو معدلات النمو في السرعة ليست ثابتة. يعني إيه؟ النمو ده عامل زي فتيس العربية. عندك الأولاني ما العربية تمشي، هتبتدي تجري شوية يبقى التاني، هتزود يبقى التالت، هتزود يبقى الرابع، هتزود يبقى الخامس. سرعات مختلفة. على سبيل المثال في معدلات سرعة النمو، أيضا في مرحلة الطفولة النمو الجسمي في بداية المرحلة في الطفولة الرضاعة والطفولة المبكرة بيبقى سريع، يبدأ يبطأ شوية أو السرعة تقل شوية في مرحلة الطفولة المتأخرة اللي هي مرحلة الابتدائي. تحصل بعد كده طفرة في النمو الجسمي وسرعة في مرحلة المراهقة، يثبت النمو الجسمي بعد الرشد. اللي هستخلصه من كده إن مفيش مرحلة ماشية بنفس سرعة المرحلة اللي قبلها أو المرحلة اللي إيه؟ اللي بعدها. النمو يسير في اتجاهات طولية واتجاهات عرضية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا ماشي في المحورين مع بعض، أنا بزيد في الطول وبزيد في الإيه؟ في العرض. أنا عندي محور طولي ومحور عرضي. المحور الطولي اللي بيبدأ من أعلى الرأس لأسفل القدم، المحور العرضي اللي من منتصف الصدر إلى آخر الذراع الأيمن أو الذراع الأيسر. زي مثال هقولك يعرفك يعني إيه أنت بتشتغل في المحورين في نفس الوقت. لما تيجي تكبر صورة مثلا، لو أنت جيت سحبت الصورة من الخط من منتصف الخط الرأسي هتكبر بالعرض بس، لو سحبتها من منتصف الخط الأفقي هتكبر بالطول بس، لكن لو جيت في الزاوية وسحبتها هتلاقيها بتزيد معاك في الطول وفي الإيه؟ وفي العرض. وده نفس اللي بيحصل للإنسان. كده يا أولاد نبقى خلصنا الجزء الأول من الفصل الأول من الوحدة الثانية، تعريف النمو وأهم مبادئه. إلى اللقاء والحلقة القادمة مع العوامل المؤثرة في النمو الإنساني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.